طبيبة أطفال اه وحديث الولادة، وبقالي حوالي سنة ونص اهو بشتغل في مستشفى 57 357. تمام. هو العمل هناك صحيح متعب جسديا ونفسيا وكده عشان الحالات اللي احنا بنشوفها، بس اه بصراحة أنا مستمتعة جدا إن يعني لما بنشوف حد خف أو حد اتعافى من اه المرض ده يعني، فبتبقى حاجة جميلة جدا يعني، الحمد لله الحمد تعالى. لله، ربنا يا رب يكون في ميزان حسناتك انك ما هو بتعملي حاجة يعني برضو. العمل هناك مجهد والوجه لا تعالى يعني، لو الملاحظ مش معتبر الوجه لا تعالى هيتضايق يعني من طبعا الدنيا، فالحمد طبعا لله ربنا يشفيهم كلهم. يا رب. امين يا رب امين يا امين. رب. طب حكاية انك دكتورة لحديث الولادة، بتولدي يعني ولا؟ لا بنستقبل الاطفال اللي بتتولد، اوكي دكتور النساء بيولد واحنا بنستقبل الاطفال لو ايوه في صح. مشكله في اوكي حاجه انا قلت اتاكد بس من الحته دي. لا لا تمام. بتوصل لك حالات عامله ازاي؟ يعني في حالات ايه اللي بتجيلك؟ هل في حالات بتستدعي مثلا تدخل معين؟ يعني احكي لنا شويه كده، عايزه اعرف يعني الحالات اللي لا هو بيجيلك. حاليا انا بقول لحضرتك انا في 57، فمعظم الحالات حالات اللي هي داخله تاخد لا علاج انا اقصد الحالات اللي هي الاطفال الاطفال حديث حديث الولاده. الولاده، احنا يعني بنستقبل الطفل ونشوف اه التنفس العلامات الحيويه. عشان بيجيلي ليه بسأل؟ لأن بيجيلي مكالمات كتير قوي. لسه من شوية كان في مكالمة مثلا لأم بتسألني ابنها ما بياكلش وتحت عينيها لات وكده الكلام ده. أنا عايزة أعرف برضو الحديث الولادة الأمهات تخلي بالها من إيه؟ يعني إمتى تروح للدكتور؟ طول ما البيبي بيرضع كويس، وزنه بيزيد، ما عندوش أي مشاكل قيء أو إسهال، ما عندوش حرارة، ما بيعيطش كتير، ما عندوش انتفاخ في بطنه مثلا، ما عندوش رشح أو كحة وكده، هو كويس يعني. هي دي اه كلها حلمات اللي نخاف منها ونجري بيها على الدكتور على طول. هي الماما أول ما تلاقي لو بس لو في سخونية بس تدي علاج السخونية وتجري للدكتور على طول، هي ما اه تتصرفش، اه لأن طبعا التعامل مع حديث الولادة في السن ده بيبقى صعب إن يعني احنا نستعمل أي دواء أو أي ما حاجة هو أو ده انا شايفه. أي وصفات أو حتى أي ان هم حاجة من كده. يدوهم مخفض، يعني مخفض من نفسهم اعتقد. لا لازم برضو لا تسأل هو الدكتور يعني قبل ما. ما هي طبعا بتبقى الدكتور كاتبه لها من قبل كده، وحسب جرعه حسب وزن الطفل، لان يعني طبعا المخفض ما بيتاخدش كده من غير بالظبط وزن، احنا عندنا بالظبط. في الاطفال بنحسب الدواء بالوزن، لا في هي بقى، دي ما هي دي المشكله. بقى، انما بالمعلقه هي ونص معلقه وربع ما معلقه دي هو لا. بقى ارجوكو. انا يعني انا دي فرصه ان معايا دكتوره، ارجوكو خلوا بالكم جدا بالذات حديثي الولاده محتاجين رعايه معينه جدا. يعني لازم اي حاجه دايما نباشر مع دكتور على طول، ما نديش من دماغنا ونتصرف او ندي زي ما بتقول معلقه كده ولا لا. لازم الطفل فعلا أو لا ليه رعايه خاصه جدا ونبقى مركزين كويس قوي وعلى طول نروح بيه للدكتور. في ناس بقى بتقول ايه يعني، مثلا تقول جارتها حصل لابنها نفس المشكله تدي له نفس الدواء تستعمل نفس الدواء، اه طبعا ده اكبر غلط، لان يعني كل طفل له ظروفه وكل طفل له وزنه وكل طفل له، مش بالظبط كل يعني مش السخونيه مش كلها سببها واحد في كل الاطفال، في بالظبط. اسباب كتير، الكحه الرشح مش كله سبب واحد، في اسباب كتير، فطبعا الدكتور هو اللي بيبقى عارف بالظبط هو بيشوف ايه، لان الطفل مش بيشتكي، اه احنا بنشوف علامات انما مش بنشوف شكوى منه، هو بس ايوه بيعيط شويه سخن شويه، انما ما بيقولش دي بتوجعني دي بتوجعني لا، بالظبط فاحنا بنعرف بالظبط نقدر ان شاء الله باذن الله تعالى نوصل ايه سبب الحراره ايه سبب المشكله اللي عنده باذن بالظبط. الله. هو ده. ويعني يجازيكي ربنا خير بجد في ربنا انك وياكي. بتعرفي الناس برضو المعلومات دي. حتى اللي بيسالوني في التليفون على الهواء بقول لهم انا ما ينفعش اشخص حاله، يعني لان كل حاله لازم دكتور يشوفها شخصيا، مش كل حاله زي التانية لازم طبعا الدكتور يشوفها. ومفيش حاجه اسمها اكلم الدكتور في التليفون واقول له ابني عنده كذا 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 اديله ايه، طبعا ده طبعا لا ما مش ينفعش، ما 100% صح ينفعش يعني. بالظبط. زي الشاشه بالظبط ايوه لازم لازم الدكتور يتشاف يشوفه لازم يتشاف. بالظبط.